Monsieur Flamon, Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la PC, Monsieur le Chef de l'État, سلطات العسكرية والأمنية, ممثل المرصد الوطني, المجلس الأعلى للشباب, أعضاء البرلمان بغرفته, للديريكتور دو ولاية, أفراد الحماية المدنية, شارك معنا الجورناليست زول فلاو. بخصوص اليوم العالمي للحماية المدنية, نقف وقفة احترام وتقدير قبل أن أبدأ نترحم على كل أرواح ضباط وأفراد الحماية المدنية الذين فارقوا الحياة أثناء أداء مهامهم. أما نعود إلى الحماية المدنية, الحماية المدنية تلعب دور هام على التراب الولائي, خاصة أثناء الحرائق التي مضت أو الفيضانات على مستوى ولاية تيزي وزو. نقدم لهم الشكر والتقدير والاحترام لكل أعوان وأفراد الحماية المدنية على الصهر الدائم الذين قدموه لهذه الولاية على مستوى التراب الوطني. نقول لكم وفقكم الله على خدمة الوطن. الحماية المدنية هم جنود الوطن الذين أعطوا كل ما عندهم, سواء عندما كانوا في الميدان في الحرائق التي مست التراب الوطني على 50 ولاية ولا 49 ولاية, كانوا سعونا دائما على حماية الشعب الجزائري على التراب الوطني. يوم عالمي يجدكم السنة المقبلة في حياة أفضل. ميرسي, صحيتو. شكرا لسيد ممثل رئيس المجلس الشعبي الولايات.